السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده اول فيديو لينا مع بعض ان شاء الله. حبيت ابدا معاكم من الصفر خالص، علشان الناس اللي لسه بتفكر تتعلم البورتريه من البدايه خالص، حبيت ما ظلمهمش يعني. فان شاء الله الدرس النهارده هيكون عن شرح ادوات المطلوبه في رسم البورتريه، او اهم الادوات. مش هقول الادوات كلها، لان طبعا الادوات الرصاص كتير جدا والماركات كتير جدا، فلو هنتكلم عليها مش هنخلص. فدي اهم الادوات اللي هنستخدمها في رسم البورتريه، ودي معظم الادوات اللي اي فنان بيستخدمها يعني، مش انا بس. فركزوا معايا النهارده لان الدرس ده مهم جدا، وان شاء الله هيبين عليه الدروس الجايه كلها لو انتوا عايزين تتعلموا بالرصاص يعني. تعالوا بقى نبدا كده نشوف الادوات اللي موجوده معانا ان شاء الله، ونشرحها حاجه حاجه. نبدا الاول طبعا بالاقلام الرصاص. الاقلام الرصاص في المكتبات موجود منها انواع كتير جدا جدا جدا، فانا النهارده هتكلم عن الانواع اللي انا استخدمتها واللي معظم الفنانين بيستخدموها. هنبدا الاول بالانواع الرديئه او مش اللي مش كويسه قوي. طبعا دي انا استخدمتها في اول ما بدات ارسم، فبدات واحده واحده اعرف ايه الكويس وايه الوحش يعني. الموضوع ما جاش مره واحده، فطبيعي انت لازم تجرب عشان تعرف ايه الخامه الحلوه في ايدك وايه الخامه الوحشه. دي مش هتيجي غير بالتجربه يعني. انا مهما شرحت برضو انت مش هتفهم قد ما انت تجرب، فانت لازم اللي انا هقوله دلوقتي ده تجربه، تمام؟ نبدأ الأول بقلم ألوان. ده ماركة ألوان، ده بيتباع في مكتبة ألوان. القلم دوت ليه ميزة واحدة بس، اللي هو بينزل باودر كتير يعني. الدرجات الغامقة فيه زي مثلا ده الإيد بي أهو، ده الإيد بي. ميزة القلم دوت اللي هو بينزل باودر كتير يعني. لو أنا عايز أشتغل مثلا في الجزء بتاع الشعر، بينزل معايا باودر كتير وبيفرش معايا. دي من مميزات القلم ده. انما لو انا بشتغل بحب اشتغل تفاصيل، ما اظنش اللي هو هيسعفني في التفاصيل، تمام؟ ده اول نوع معانا. نيجي لتاني نوع، في نوع اسمه ستابيلو. ده نوع كويس برضو، نفس فكره الالوان، قلم الوان يعني. مش كويس في التفاصيل، بس بينزل باودر كتير ودرجه غمقانه كويسه يعني، بينزل غامق كويس، بيديله حقه، تمام؟ ده اسمه ستابيلو. ستابيلو دي ماركه معروفه جدا، مشهوره على مستوى العالم يعني، تمام. نيجي بقى الكوهينور. ده برضو بيتباع في مكتبة ألوان غالبا. هي دي ماركة كويسة وتعتبر نظيفة يعني، من الماركات الكويسة اللي ممكن نشتغل بيها، بس برضو مش منتشرة قوي، ف يعني بلاش منه، بلاش منه، لأن ده أنا اشتغلت منه بيه في البداية خالص، فزي ما تقول أكلته من ورا من هنا أهو. بحب أكل الأقلام أنا وأنا شغال أصلا، لما بفكر أو حاجة باكل الأقلام من هنا. نيجي بقى للفيبر كاسل. الفيبر كاسل في منه كذا نوع، في منه النوعين دول، وفي نوع تالت لونه زيتي، او انا ما جبتوش بصراحه لاني ما جربته ما حبيتهوش قبل كده، بس هو انضف نوع فيهم على فكره، تمام. نيجي للنوع دوت. ده النوع المنتشر غالبا، وده اللي يعني ده اللي انصحكم بيه في البدايه يعني. لو انتوا هتشتغلوا في البدايه وفي الرسم، المفروض تشتغلوا تجيبوا القلم ده. ده اللي هيفيدكوا جدا من ناحيه اللي هو سعره رخيص في الاول، ومش هيكلفكوا جامد، وفي نفس الوقت درجاته كويسه مش وحشه يعني، هتنفعنا، تمام. اهو ده معروف، بيبقى لونه كحلي في رمادي كده او زيتي، تمام. تمام، ده النوع التاني. ده تقريبا يعني ده مش كويس قوي برضو يعني، ده نسيب انه ده ما حدش يجيبه ده، تمام. ده بيبقى ازرق في ذهبي كده. نيجي بقى لانضف نوع من وجهة نظري، وفي الالوان اللي انا جربتها واللي حاليا انا شغال بيه، اللي هو الستيدلر. الستيدلر ده من وجهة نظري ومن وجهة نظر فنانين كتير جدا، لو سألتوهم هتلاقوا هيقولوا لكم يعني ان ده انضف ماركة موجودة عندنا هنا. اهو ستيدلر. تمام، ده بقى نشتغل بيه تفاصيل، نشتغل بيه تجاعيد، نشتغل بيه اي حاجه هيدي معانا، لان ده ماركه نظيفه جدا والرصاص اللي جواه محترم من الاخر يعني. درجات الغامقه بتاعته بتدي غامق، ودرجات الفتح بتدي فاتح، والسن بتاعه مست القلم ده اللي بيعجبني فيه، السن بتاعه ناشف يعني. لو انا بشتغل تفاصيل بيجيب معايا تفاصيل كويس جدا، تمام. في منه نوع تاني بس ما انصحكوش بيه يعني، انا جربته وبصراحه ندمت اللي انا جبته اهو. ده نوع مش كويس خالص، النوع الاحمر ده.
ده ستادلر برضو مش عارف ده عامل ليه ناعم جدا كده ولمعته زيادة خالص مش كويس يعني. تمام ده ما حدش يجيبه خالص. فلو هنجيب في البداية أقلام رصاص لو احنا هنشتغل في البداية نجيب ده اللي هو الفيبروكاستل. تمام بعد كده ان شاء الله لما مستوانا يعلى شوية هنبدأ نجيب ده بقى اللي هو الاستدلر. ده اكتر حاجة هتفيدنا في التفاصيل والتجاعيد والكلام ده كله اهو. تمام طبعا الاستدلر ده موجود منه العلبة، في علبة 6 ألوان 6 أقلام اهو، دي 12. ودرجات الأقلام دي كلها إن شاء الله هنتكلم عليها في فيديو جاي بإذن الله. دي العلبة دي 12 قلم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تمام هنتكلم على الدرجات دي كلها لأن معظمنا في البداية مش فاهم ايه الدرجات ديت. طبعا القلم زي ما احنا قلنا مش درجة واحدة، لا درجات كتير، شايفين دي كلها درجة الأقلام، هنتكلم عنها في فيديو تاني إن شاء الله بالتفصيل. تمام دي 12 قلم، في واحدة أصغر منها 6 أقلام اللي هي دي 6 أقلام اهي، 1 2 3 4 5 6، دي 6. في أكبر منهم 24 وأكبر وزيادة، طبعا دول يعني ما أظنش إن هما ينفعونا. فلو هنجيب يعني نخلينا في ال 12 مثلا، دي كويسة. تمام ده بالنسبة لأقلام الرصاص. فتاني هقول تاني لو هنبدأ في البداية احنا كمبتدئين لسه نجيب الفيبر كاسل ده اللي هو ده مش ده، ركزوا معايا كويس، ده ليه؟ لان ده سعره في الاول كويس، القلم تقريبا عامل 5 جنيه او 6 جنيه، مش غالي قوي يعني. وهقول لكم على الدرجات اللي انتوا تجيبوها في الاول، مش شرط تجيبوا كل الدرجات، لا هقول لكم على الدرجات المعينه اللي هفيدكم في الاول في البدايه يعني. تمام يبقى هنجيب ده ما نجيبش ده، خدوا بالكم، ده لا ده خلاص كده خلصنا من الاقلام الرصاص. نيجي بقى الاساتيك. طبعا معظمنا اللي لسه ما بداش في موضوع البورتريه مفكر ان الاساتيك هي استيكه واحده اللي كنا بنستخدمها زمان، الاستيكه الصغيره اللي هي دي، طبعا هي اتاكلت خالص مني فما بستخدمهاش كتير اصلا يعني، معظم شغلي بالاستيك دي انا شرحها دلوقتي. طبعا كلنا يعرف الاستيك اللي هي الصغيره دي. تمام بس معظمنا ما عندوش فكره عن الاستيك اللي هي الخاصه المتعلقه برسم البورتريه. تمام نبدا نشرحها حاجه حاجه باذن الله. دي اسمها استيكه فرشه، دي ماركه ستيلر برضو ستيلر، دي من وجهه نظري انضف استيكه فرشه في ممكن نجيبها. في منها نوع تاني اسمه فيبر كاسل بس مش شايف اللي هو كويس يعني. ستيلر دي بتبقى طريه من هنا كويسه وبنعرف نمسح بيها تفاصيل كويسه، دي بنستخدمها في مسح التفاصيل يعني ايه؟ يعني ساعات بنحتاج في مسح حاجات صغيره خالص في البورتريه فدي اللي بتسعفنا فيه، وساعات بنخفف بيها مش بنمسح. يعني ايه؟ يعني ساعات بنخفف لون الرصاص مش بنمسح خالص، وباذن الله هنشرح برضو ازاي نستخدمها. تمام؟ يبقى دي اسمها استيكه فرشه. ليه فرشه؟ لان في نهايتها في فرشه، المفروض ان احنا بنمسح كده وبننضف بالفرشه. تمام؟ تمام. في بعد كده الاستيكه القلم، ايه مستخدم الاستيكه القلم ديت؟ الاستيكه القلم برضو بنستخدمها في مسح التفاصيل. تمام رفيعه الاستيكه الكبيره ديت، طبعا ما ينفعش نمسح بيها اي تفاصيل لان دي كبيره، لو فكرت امسح بيها جزء في العين مثلا او في الشعر هبهدل الدنيا، هتمسح الجزء كله، انما دي ادق، شايفين قطرها قد ايه؟ تقريبا 5 ملي أو 4 ملي قطرها ايه. تمام في حاجة أدق من دي برضو اسمها أستيكا زيرو أستيكا زيرو، دي بتتباع في مكتبة ألوان. تمام ألوان مش عارف أقول كلمة بنش دي بصراحة بس يعني مكتوب على ألوان. تمام دي أدق من الأستيكا الأستيكا القلم اسمها زيرو. طبعا هو الغيار عندي خلصان هنا يعني خلص مني فهجيب منه جديد ان شاء الله. دي استيكة قلم، دي استيكة زيرو، في ادق من الاثنين دول بقى اسمها استيكة مونو زيرو. تمام دي يعني معظم استخدامي دلوقتي بدي، شايفين دي قطرها قد ايه؟ مش عارف يبان لكم ولا لا، تقريبا مفيش يعني
ملي او ملي ونص حاجة زي كده مكتوب وراه 2.3 من 10. 2.3 من 10. 2.3 من 10. تمام. دي بنستخدمها في التفاصيل الدقيقة جدا جدا، وغالبا مش تنفعكم في البداية يعني، يعني ما انصحكوش تجيبها في البداية لان سعرها غالي، تقريبا عاملة 130 جنيه، سعرها 130 جنيه في مكتبة الوان برضو. بس ما انصحكوش بيها في البداية يعني، ممكن تستغنوا عنها. اللي ممكن تجيبوها في الاول اللي هي دي الاستيكة القلم، او ممكن الزيرو لان سعرها برضو كويس. الزيرو دي عاملة 30 جنيه، سعرها 30 جنيه او 35 جنيه في مكتبة الوان برضو، يعني دي سعرها كويس. تمام خلاص، يبقى احنا في البداية نجيب دي او دي، عايزين نجيب الاتنين مفيش مشكلة. دي مش هتنفعنا دلوقتي اوي لان احنا لسه بنتعلم. تمام، انما المحترفين لازم يجيبوا ديت لانها هتنفعهم. اللي هيقول مش هتنفعك، لا هتنفعك. تمام خلاص، يبقى احنا كده عرفنا الاستاتيك، فرشه، قلم، زيرو، موني زيرو. تمام، نيجي هنا بقى للاستيكة الفحم. ايه الاستيكة الفحم ديت؟ دي حاجه عامله زي اللبانه كده. كان كل اللي يشوفني برسم يقول لي ايه اللبانه اللي انت بترسم بيها دي. طبعا اللبانه ديت وظيفتها هي اسمها استيكة فحم لان هي يعني بتخفف الفحم، يعني وظيفتها اللي هي تخفف الفحم، بتمسح الفحم. طبعا دي بتتشكل بالشكل اللي احنا عايزينه وبالحجم اللي احنا عايزينه، ممكن نفضل نشكل فيها اهو. وطبعا دي بتقعد كتير يعني، الاستيكه هي اكبر من كده بس تقريبا ضاعت مني او حاجه، ده جزء منها. بتشكل بالشكل اللي احنا عايزينه، ممكن نعمل بيها تفاصيل صغيره خالص، شايفين؟ شفتوا اهو، بشكل بالحجم اللي انا عايزه، ممكن اتخن شويه اهو، ممكن تخين خالص اهو. تمام، فدي بتتشكل بالحجم اللي انا عايزه، مش عشان اسمها استيكة فحم يبقى بتمسح الفحم بس، لا طبعا هي بتستخدم برضو في الرصاص واحيانا في الالوان، لما اخش في الالوان برضو. تمام، دي اسمها استيكة فحم. يبقى ده رابع نوع او خامس نوع من الاستيكة عندنا. تمام، نيجي بقى للاستيكة الصابونة. دي اسمها استيكة صابونة، دي ماريز، ماركة ماريز، مش عارف باين ولا لا. طيب الاستيكة الصابونة دي لازمتها ايه؟ بتعمل ايه؟ دي بيبقى سنها رفيع، شايفين سنها عامل ازاي؟ حرفها عامل ازاي؟ ليها سن، فممكن نعمل بيها لسعات الاضاءة اللي في الشعر، لسعات الاضاءة اللي في الشعر. برضو مش لازم تجيبوها في البداية، مش هتفيدكوا قوي. تمام، انما اللي هيفيدكوا في البداية في الاساتيك الاستيكة القلم او الزيرو، ودي لازم تجيبوها، الفحم والفرشة طبعا. تمام، عايزين تجيبوا كله هاتوا، يعني انا بكلمكم على الاساس التوفير في الاول. يعني نيجي بقى لاقلام التحبير. اقلام التحبير دي وظيفتها ايه؟ مش هنحتاجها برضو في البدايه، غالبا بنستخدم اقلام التحبير ديت في الحاجات الغامقه جدا الدقيقه جدا، يعني مثلا الرموش، الرموش بتاعت الشعر ساعات بتبقى ما بتنفعش في القلم العادي او بتبقى خفيفه. تمام، فبنضطر نغمقها بقلم اغمق منها اللي هو قلم التحبير. قلم التحبير ده يعني عامل ازاي؟ ده في منه درجات او في منه انواع كمان، ده يوني بون، يوني بن، يوني بن. تمام، ده بوينت 1، ده يعتبر ارفع حاجه في الاقلام يعني، او ادق حاجه. ده 1 ملي. تمام، في اللي هو السنومان، ده بوينت 4، ده اعرض منه شوية، ده اعرض شوية. في بقى بوينت 7، ده اعرض منهم، يعني ده 7 من 10 ملي. طبعا احنا مش عارف معظمكم معرفش الملي يعني، هو الملي ده الشرطة اللي بتبقى في المسطرة، ده ملي. 7.7 دوت، ده 7 من 10 ملي، وده 1 من 10 من ملي، يعني ده دقيق جدا جدا جدا، وده 4 من 10 من ملي. تمام، ده يعني ممكن ما نستخدموش في البداية، ممكن ما نجيبوش يعني. لو عايزين تجيبوا يبقى كفاية واحد يعني، ممكن نجيب الصغير اللي هو البوينت 1 ده، ده اللي هينفعنا. تمام، وهنعرف برضو استخدامه على رسمة ان شاء الله. نيجي بقى لقلم الجل الابيض. ايه قلم الجل الابيض دوت؟ قلم الجل الابيض دوت غالبا لما اخش في الرسم ان شاء الله ده بيعمل اضاءات، يعني مثلا في اي صوره، مش شرط رسمه، في اي صوره عاديه لما نيجي نبص للعين مثلا، جوه العين كده بتبص تلاقي في اضاءه في العين، في نقطه بيضه،
فده بيسهل لنا الموضوع، ده بيعمل الاضاءات اللي موجوده في البورتريه اهو. ده بينزل ايه، بينزل ابيض تمام. يعني ده قلم عادي بس بينزل ابيض، ده برضه ممكن استغنى عنه في البدايه لان ده ثمنه غالي عامل 75 جنيه، فمش هيفيدنا قوي في البدايه، ممكن ما نجيبوش. لو عايزين تجيبوه عادي هو موجود في مكتبه الوان ب 75 او ب 70 حاجه زي كده يعني. تمام. نيجي بعد كده، ده اسمه قلم دوكو، ده تقريبا نفس وظيفه قلم الجيل الابيض، بيعمل برضو اضاءات بس ده على حجم مساحه كبيره شويه، يعني ده سنه اكبر من قلم الجيل. طبعا هو سنه باظ لانه بقاله كتير معايا جدا فما بستخدموش اصلا. تمام. برضو في مكتبه الوان يعني، ده نوع سنومان، سنومان وايت، اسمه قلم دوكو ابيض. تمام. برضو ممكن ما نجيبوش دلوقتي، مش هينفعنا قوي يعني، مش هيستخدموه في الاول كتير. ده قلم باستيل ابيض ماركه كونتي. كونتي طبعا دي ماركه معروفه جدا، مشهوره جدا في الفحم وفي الباستيل والكلام ده كله. ده ساعات بستخدمه برضو في شويه اضاءات، ممكن في الشعر، في العين، في اضاءات في الخد كده، ما بستخدموش كتير يعني. تمام. نيجي بقى لأقلام التسريح. أقلام التسريح دي بتبقى عبارة عن كرتون أو مناديل مضغوطة أو ورق، يعني خامة زي كده. تمام. مضغوطة جدا جدا بشكل زي ما انتوا شايفينه ده، بيستخدم في تسريح الرصاص. تمام. وأدوات التسريح كتير جدا وهنتكلم عنها في فيديو مخصوص بإذن الله، بس أدوات التسريح ديت هي الأدوات المعروفة مع الرصاص على طول، يعني رصاص قلم تسريح على طول. تمام. في فنانين كتير بيستخدموا قلم تسريح، أنا شخصيا ما بحبوش استخدمه كتير يعني، بالذات في البشره يعني، ما بينفعش معايا في البشره. تمام. في منه انواع يعني، انا شخصيا بحب النوع ماريز ده، ماريز انا جبته. بحب اجيبه بعمل له سن بالقطر كده، سن معين كده، عارف واضح كده. ايوه بعمل له سن بالقطر كده وبسيب الجنب التاني زي ما هو، بشتغل بيه زي ما هو يعني، هو بيجي كده. ليه بحب المريز؟ لانه نوع نظيف، نوع ناشف كده، بصوا يعني ناشف اهو، فبالتالي ما بيتكسرش بسهوله، ماسك نفسه. لما بصوا في نوع تاني انا مش عارف نوعه ايه بالظبط، كنت جايبه تقريبا، هو مش ماركه معروفه بس طري طري جدا. بصوا ورق اهو، عباره عن ورق، مش نوع مش كويس، فده طبعا وحش جدا، ملناش دعوه بيه. نخلينا في ده نوع مريز اهو، طبعا الاسم مش هيبان اهو، هو الاسم ممسوح شويه فمش هيبان لكم قوي يعني. خلاص. ده احسن نوع من اقلام التسريح انا جربته. ممكن يكون في احسن منه بس ده اللي انا جربته. خلاص. دي اقلام تسريح، ده بنستخدم في تسريح الرصاص، يعني بنعمل طبقه بالرصاص وبنبدا نسيح بيها على الورقه. تمام. نيجي بعد كده لقلم السنون. استخدامه في الاول مش هيبقى كتير معانا، بس ده غالبا بستخدمه في الشعر، يعني ده قلم سنون ستيدلر اهو، ده نوع ممتاز جدا جدا جدا، ستيدلر. خلاص. ده غالبا بستخدمه في الشعر، يعني في الحاجات الدقيقة جدا بستخدمه في الشعر، مثلا في تفاصيل جوه العين، في الرموش، بستخدمه في حاجات بسيطة خالص يعني. تمام. ف يعني عادي، عاوزين تجيبه ممكن تجيبه، لان ده غالي عليكم يعني، ده ممكن يكون عامل 60 جنيه، ممكن تجيبه في انواع اقل منه، روترينج، فيبر كاسل، الحاجات دي بتبقى اقل في السعر وجودتها كويسه برضه، بس انا حبيت الاستدلر، بحب اشتغل بالاستدلر عموما يعني. ف يعني عايزين تجيبوه مفيش مشكله، مش عايزينه هو مش هينفعنا قوي، بس هاتوه برضه، ممكن ينفعكم في الشعر في الاول، في العين، في الحاجات الدقيقه خالص دي. طبعا دي سنون استدلر، دي اللي جايه مع القلم، دي ممتازه جدا. وفي روترينج 0.5. تمام. دول بحب اشتغل بيهم. نيجي بقى للفرج دي، ناس كتير بتسال الفرج ديت، وناس كتير بتسالني عموما ايه احسن فرش ممكن نسيح بيها الرصاص والفحم. هي اصلا الفرج ديت انا جايبها للفحم، بس برضو بيتسيح بيها الرصاص، مش مشكله. خلاص. ده نوع فرش ميك اب اسمه نجد، ده نوع معروف. بصوا انا مش عارف هو نطقه ازاي بصراحه، البنات هي اللي تعرف، اوريكم الاسم بتاعه اهو، البنات اكيد عارفين النوع دوت لان هم ايه ليهم في الميك اب والكلام ده. تمام. ده من وجهه نظري احسن نوع فرش جربته في التسيح وطلع كويس. ليه بقى احسن نوع؟ لان هو ناعم جدا، بصوا شعرها ناعم جدا،
فبتسيح الفحم او الرصاص كويس جدا جدا. دي تاني طريقة للتسيح، وبرضه طرق التسيح هنتكلم بالتفصيل في فيديو تاني ان شاء الله. خلاص، يبقى ده اسمه نجد. نجد خلاص. نيجي بقى لدي، دي الودانات او اعواد القطن، في ليها كذا اسم، ودانه، عود قطن، سلكه ودان، اي حاجه. تمام. طب دي لازمتها ايه؟ دي انا بحب اشتغل بيها، يعني كل شغلي يعتبر بدي، بالودانه دي. دي ب 6 جنيه تقريبا في اي صيدليه، بتيجي من اي صيدليه. بس خلي بالكوا في منها انواع مختلفه، يعني لما تيجوا تشتروا هاتوا النوع الابيض ده اللي هو الايد بتاعته او العود نفسه بلاستيك مش خشب، بلاستيك اهو شايفين، بلاستيك، والقطن بتاعه مش ناشف، شايفين، طري شويه اهو. ده احسن نوع ممكن تجيبوه، لان انا جبت كذا نوع قبل كده بيبقى العود ده واتخشب ما بيبقاش كويس، وبيبقى القطن بتاعه ده ناشف، باجي اسيح بيه ما بيكونش كويس، ما بيسيحش كويس. خلاص، فده معظم شغلي بالودانه دي، اللي بيسالني بسيح بايه ده معظم شغلي بيها. ممكن ما تعرفوش تسيحوا بيها في الاول، او تبقى صعبه بالنسبه لكم في الاول، بس هاتوها، لازم تجربوا كل حاجه، يعني دي مش غاليه، هاتوها مش مشكله. بس برضو بقول لكم تاني، هاتوا اللي ايديها بلاستيك، اللي القطن بتاعها مش ناشف، كبير شويه. تمام اهو. خلاص. نيجي بقى للبريات. في ناس كتير قوي بتشتكي من موضوع البريات دوت، وبتقول البريات مفيش، يومين ثلاثه او مرتين ثلاثه ببري بيها وبتبرد، بتكسر الاقلام، ما بتبريش كويس، مش عارف ايه الكلام ده كله. انا دلوقتي بستخدم بريتين بعد تجارب كتيره جدا في البريات، استخدمت كبير وصغير ومن هنا ومن هناك، مفيش. دول اللي استقريت عليهم في الاخر. بالنسبه للبريه الصغيره دي، ستيدلر دي احسن بريه اشتغلت بيها لغايه دلوقتي. دي بقى لها معايا يمكن سنه، بقى لها معايا سنه تقريبا، وما شاء الله يعني الحمد لله لسه شغاله زي الفل. ببري بيها الالوان والقلم رصاص وكل حاجه، والفحم برضو. تمام. انصحكم اللي تجيبوها دي، تقريبا عامله 10 جنيه او 15 جنيه في اي مكتب. ستيدلر، ما تغلطوش، ستيدلر هي الاسم مش باين قوي هنا، ستيدلر. تمام. نيجي للبريه الكبيره دي بقى، دي انا بستخدمها في لما باجي ابري قلم للمساحات الكبيره، بتطول سن القلم. مش عارف انا بري حاجه بيها هنا ولا لا، بس ممكن برضو ابريكم حاجه دلوقتي اهو. شايفين مثلا السن ده عامل ازاي؟ صغير خالص اهو. ده مبري نجرب نبري بالبريه الصغير الاول ونشوف اهو. تمام. ده السن العادي الطبيعي بتاعنا بتاع البريه الصغيره. خلاص، نيجي بقى نجرب الكبيره كده اهو، تحط من هنا نبدا نبري 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 نبري. لحد ما نحس ان هي خلاص بقى القلم ناعم كده، خلاص معناه ان هي خلصت. هنشوف بقى السن بتاعه بقى قد ايه. ادي البرية، بصوا السن بقى قد ايه، شفتوا؟ تيجي نقارن بين السن العادي كده وبين ده مثلا اهو، شفتوا الفرق قد ايه؟ فده دي كويسة جدا وما بتقصفش كتير، يعني دي ما قصفتش معايا قلم قبل كده، وبستخدمها في الألوان الخشب وفي الفحم. دي هتنفعنا جدا 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 في بري الفحم، لأن الفحم ده عقدة أي رسام في اللي هو يبري. هو بيبري بطريقتين، يا إما بالكتر يا إما بالبراية الكبيرة اللي اسمها براية مكتب. تمام؟ اسمها براية مكتب. دي تقريبا سعرها 110 120، بس هتفيدكم بصراحة يعني. خلاص؟ يبقى عندنا البرايتين اللي هنجيبهم، استدلر والبريه المكتب. خلاص. نيجي بعد كده، دي علبه سبراي، ده انا اول مره اجيبه بصراحه، وحاسس ان اتضحك عليا فيه. هو نوع جميل جدا جدا، وبحطه على كل اللوحات اللي بشتغل فيها، بس جبته غالي جدا ب 90 جنيه. وبعد ما جبته بسال على انواع كتيره، يعني لقيت فنانين كتير بيتكلموا عن انواع تانية بارخص من ده بكتير يعني، وجودتهم كويسه برضه. ده مش عارف نوعه اصلا، مش باين له اي حاجه، اكستيف مش عارف صيني هو. بس بصراحه هو جميل جدا، بس مشكلته اللي هو ب 90 جنيه يعني، ليه مش عارف. تمام. فده هتجيبوه، ده وظيفته اللي هو بيبقى مثبت للرسمه، بحيث ان هي ما تطلعش لو انتوا هتسيبوه على الورقه مش هتبروزوها.
او لو حتى هبروزوها، بس هو معمول اصلا عشان يترش على البورتريه او الرسمه اللي هترسموها، بس هي ما بتمسحش. يعني الرصاص طبيعته اصلا لما بتحط شويه على الورقه او بتساب على الورقه شويه بيتمسح، بيطلع مع التراب والرطوبه والكلام ده كله. فمجرد ما برش عليه السبراي دوت، برش رشتين كده ثلاثه على من بعيد كده، يعني من مسافه بعيده، يعني الورقه ايه، برش رشتين ثلاثه من بعيد كده، تمام، بيثبت الرسمه مهما حصل بقى، مسحت عملت ما بيطلعش خلاص، بيعمل طبع على الرسمه كده، فده مفيد جدا يعني. بس باذن الله لما نبدا ننتج بقى، يعني نبدا نعمل لوحات نحافظ عليها، انما في الاول برضو ما اظنش اللي هو هنحتاجه، يعني احنا في الاول نبدا نتمرن لسه. خلاص نيجي بقى العدسه دي. دي عدسه مكبره. انا بصراحه ما بستخدمهاش كتير، استخدمتها مره او اتنين في التفاصيل الدقيقه خالص. هي مفيده بصراحه، بتكبر يعني. بصوا يعني لو جينا عملنا كده، لو جينا عملنا مثلا الكلمة اللي هنا ايه، شفت بتكبر ازاي؟ فدي كويسة جدا للتفاصيل، كل ما ببعد كل ما بتكبر معايا اهو، بقرب بيجيب لي الكلام عادي، تمام. فدي لو انا بحب اشتغل في التفاصيل برضه هيبقى قدام ان شاء الله لما نحترف شوية، او مش شرط نحترف يعني، لما نتمرن ومستوانا يبقى كويس شوية ممكن نجيبها. دي جبتها تقريبا بسبعين جنيه من مكتبة الوان، تمام. فيها كشاف ورا هنا اهو، الكشاف ده عشان يساعدنا ننور في الرسمة واحنا شغالين بالليل او في اضاءة مش كويسة، فدي كويسة يعني. نيجي بقى بالنسبة للورق اللي انا بستخدمه، وفي انواع كتيرة من الورق، وفي سكتشات كتيرة، في الكانسون، في بريانو، بريستول، في انواع كتيرة، بس انا بستخدم نوعين. انا بستخدم الكانسون، ورق الكانسون ده معظم شغلي بالرصاص والالوان، بستخدم كانسون 150 جرام، تمام. ده انا شايفه انسب حاجه للرصاص، لان مسامه كويسه جدا ومش خشن قوي ولا ناعم قوي، بيبقى كويس جدا مع الالوان والرصاص والفحم كمان. خلاص ده كانسون اهو، كانسون 150 جرام. خلاص 150 جرام ده يعني سمك الورقه، حجم الورقه 180 جرام هتلاقوه اتقل منه واخشن. خلاص فنحاول لما نيجي نجيب نشتري اللي هو 150 جرام دوت، هو اللي هينفعنا في الاول، ما نجيبش 180 هيبقى مش كويس معانا، تمام. في ناس بتفضل يعني، انا عن نفسي جربت الفبريان وجربت الكانسون، بس انا حبيت الكانسون اكتر من الفبريان، ده عن تجربتي. ممكن واحد غيري او انت تجيب الفبريان وتحبه اكتر من الكانسون، فدي وجهات نظر يعني، بس انا بقول لك الكانسون من وجهة نظري انا احسن من الفبريان. في ورق مش ناس، في ناس كتير ما تعرفوش، بس ما بيتباعش سكتشات هنا، بيبقى ورق، انا بجيب ورق فرخ وبقصه انا، ده اسمه بريستول، ده مش ناس كتير تعرفه، مش منتشر قوي. انا احيانا بستخدمه لما بتزنق في ورقه من الكانسون او حاجه بيخلص، فسايبه احتياطي يعني، مسامه كويسه بس مش زي الكانسون برضه، بس كويس بيقضي الغرض اهو. هو مسامه مش هبان قوي هنا، مش هبان في الكاميرا طبعا، بس هو كويس يعني، ده اسمه بريستول، تمام. اتمنى يكون الشرح بتاعي عجبكم النهارده ان شاء الله. وكل الناس اللي بتفكر لسه تبدا معانا بورتري ان شاء الله، توفر بقى، تبدا توفر الادوات ديت اللي احنا قلنا عليها، بحيث الدروس اللي جايه ان شاء الله اول ما نشرح نطبق مع بعض ونستفاد. لو الفيديو عجبك اتمنى تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان كل الفيديوهات اللي جايه باذن الله توصلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.